اليوم نقاش حول موضوع الأساتذة المحترمين النساء ورجال التعليم. أنا كنقول اليوم كنسجلوا بالتاريخ على أن التفتة البارحة كانت نسبيا مزيانة. علاش؟ أولا الحكومة حكومة الأذن الصاغية، لأن رئيس الحكومة منذ البداية ديال النقاش وديال الخلاف هو كيقول الإخوان الأيادي ممدودة، نجلسوا ونذكروا. طبيعي الجلوس مع النقابس، الإخوان التنسيقية هما اللي داروا النقابس، هما اللي صوتوا عليهم. حنا دولة مؤسسات، هو غادي يجي كل نقابة عند الوقت ديالها، وسيدي اللي ما عجبنيش غادي نبدلو إلا ما عجبنيش. ولكن مادام النقاش مسؤول والنقابة منصوص عليها بالدستور، وكان هناك إيجابية الإخوان لا النقابات ولا المؤسسات، ما وقفوش إلى الحوار ولا الإيجابية للحوار. الجلسة الأولى مع رئيس الحكومة تم يعني التأجيل ديال 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 النظام الأساسي، ولكن كانت هناك بعض المسائل اللي كتبشر بالخير. من بعد قال لك لا خصنا نجلسوا، خص واحد كذا الى اخره. دابا اليوم البارحه كنسجلوها انا باقي عقل بالحكومه ديال السي عباس فاسي، الله يجازيه بخير، الله يذكره بالخير، لما عطاو ربما 600 درهم. كان الكل يتكلم على 600 درهم، والناس تفائلت الخير، والناس التعليم ناس قلبهم كبير، خصهم غير اللي تفكر فيهم بالقليل ولا بالكثير، ماشي ضروري ديك الجانب المادي. الكرامه، والكرامه هو ملي كتقول حنا ديك الناس فكرنا فيهم واجتمعنا من اجلهم وعملنا واحد، خرجنا بديك المخرجات اللي خرجنا بها هو 1500 درهم. انا كنقول هذه تاريخيه وشجاعه عند الحكومه بالظرفيه، الظرفيه الراهنه اللي الحكومه كتعاني بحال عدد اكراهات والتزامات، اكراهات الدولة محيطة بالجفاف، محيطة بالحرب أوكرانيا، محيطة بالزنزال، محيطة بواحد العدد ديال وعاد خرجهم كورونا، ورغم ذلك الدولة وقفة، الحكومة وقفة، وفي نفس الوقت كتعمل بعض الإشارات وبعض الالتزامات اللي كتكمل بها. هي أنا غادي نسمع. ثم الدولة عندها التزامات. التزام الأول خصنا القطار السريع من الدار البيضاء مراكش نكادير. خصنا قطار السريع من اسبانيا للمغرب، خصنا المونديال، الملاعب الكبرى، خصنا الغاز يجي من نيجيريا، خصنا نلتزموا بتحليل المياه، هذا البحر 42 نقطه ديال تحليل المياه، خصنا الالتزامات. يعني الحكومه عندها واحد العدد التزامات، في نفس الوقت وقفه وكتعمل هاد الخطوات. كنقول للاخوان ديالنا الاساتذه الله يجزيهم بخير، لانهم هما القدوه، هما اللي ربوا هذه الحكومه، هما اللي قروها، هما اللي قروا هذه الامه، هما اللي قروا هذه المؤسسات كلها تخرجت على يد رجل التعليم. اذا رجل التعليم خصو يساهم في السير ديال العجله. دابا اليوم كنشوفوا هاد الناس، انا تاسفت، واحد من الاصدقاء ديالي قيادي في العدل الاحسان اليوم خرج بواحد التدوينه صديقي وما عجبنيش الحل وتغيرت عليه، قسم بالله قيادي في العدل الاحسان صديقي صاحبي خرج واحد التدوينه ما عجبتنيش، قال لهم انتم تحاورون، يعني كتخرجوا بهذه الحوارات وهذه المخرجات، يعني بخصم العمل ديالها، وفي نفس الوقت وانا عرفت لكم ما عجبنيش الحل، ولكن لا انا ما عجبنيش الحل. وفي نفس الوقت قال لهم نحن معتصمون او نحن مقاطعون او شي حاجه بحال هكا. لا بالعكس، هذه البلاد هاد وليداتنا محتاجين، وحنا ما بغيناش شي حد زين سياسيا. انا عارف اخوان ديالنا العدل الاحسان وخاطين مليون ونص، هما عندهم موقف، عندهم موقف وخاطين مليون ونص، ولكن الاحزاب اخرى اللي كتسبب هذا المشكل كالعداله والتنميه والتقدم الاشتراكي اللي تحمل المسؤوليه في السابق.
تعملوا مسؤولية بتاع الشراكي والأحرار الحركة الشعبية. الحكومة أمس كانوا ما فيها. إذا نتركوا 12 سنين للباب مجدود، ما قدرش إلى الأخ بن عبد الله ولا أخنش ولا حتى واحد يضغط على بن كيران يقول له افتح الباب للنقاش مع النقابس، ما قدرش. قام بن كيران شد الباب، والعكس هاد الخلفية اللي كاين دابا قانون ديال التضرير ديال اللي يقاطع انقطعوا له. شكون داروا؟ سي بن كيران. ولا درته انا هو اللي عمل العقوبه، هو اللي عمل الاقتطاع، فرض هاد القوانين وما قدرش شي واحد يعطل على النفس ودوز داك الشيء. ما اعتصموا، ما داروا والو. القانون ديال التعاقد شكون اللي جابو؟ بن كيران. انا ما نقولش مزازي ولا نقول العنصري، انا كنت مع رئيس الحكومه كما اليوم كينتقدوا مع رئيس الحكومه، انا كنت مع رئيس الحكومه انذاك. رئيس الحكومه هو اللي جاب التعاقد وخلى فيه التغرس. اليوم جات هذه الحكومه وحيدت ديك الاشكال اللي فيه، وغادا في الطريق باش يتدمج ويولي بحالهم بحال خوتهم. هذا راه هذه سجعه كبيره. واليوم نجوا هنا البرلمان ونقولوا اهانه المغاربه. سمعت انا دابا النائب البرلماني العداوه تسميه اللي كيقول اهانه وخص الكرامه. شكون اللي هان رجل التعليم واللي عمل له من 60 عام 65 عام وتكي عليه؟ ماشي من كيران، اليس كذلك؟ واليوم نجوا هنا ونبقاو نكتبوا على المغاربه ونبقاو نديروا عليهم السياسه. انا كنحضر رجال التعليم ونساء التعليم نقول لهم الله يجزيكم بخير، ما تصنتوش الناس بحال هادو اللي داروا تجربه وفشلوا. والاخوان ديالنا العصيان راه عندهم موقف ديالهم راه واضح، ما عندنا ما نقول. ما تقول لك مليون ونص غيقول لك لا انا ما راضيش على الحكومه اصلا، خصوش يكون هذا موقف ديالهم غيعاونهم. ولكن اللي عنده التجربه وفشل ما يجيش يتزايد عينه ويبقى يقول لا خصها تكون هكا وخصها تكون، يجي ورينا هو فشل وهو اللي عمل المصاعب. اتركوا 12 سنين وما خلوها وما زادوا حتى سنتين. من جات الحكومه وعملت واحد العدد التنازلات واستجبت، نعم غايتين لا تدرك باش تستجب من جميع المطالب صعيبه ورغم الظرفيه. ولكن رئيس الحكومه ملي فتح الباب هو كيقول احنا الانصغيه نجلسوا في كل ما كيجلس كيعطي النتيجه وما قال حتى شي عيب.